القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب دعائي، والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي، والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. اللهم صل عليه صلاةً تنجينا من الهلكات وتدخلنا في البركات، وصل على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وصل على الصديقة الكبرى الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صبطيه الإمامين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة الهدى ومصابيح الدجى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم وصل على عبدك الذي اصطنعته لنفسك وألبسته حلل العصمة من قدسك، نورك المستور ونصرك المذخور، زكي الصديقين وولي الأولياء الصالحين، وارث المقامات الكبرى والكهف الحصين في الأولى والأخرى، الإمام المهدي أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أخوتي أخواتي، نبقى مع الإمام زين العابدين عليه السلام ومقاطع أخرى من رسالته الموسومة برسالة الحقوق، لأننا في هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، وفي غيره نحتاج واقعاً إلى معرفة ما للآخرين من حقوق علينا، وما لأعضائنا وجوارحنا من حقوق علينا. الله تعالى خلقنا بجوارح وأدوات، وجعلنا في محيط نحتك بفلان وفلان، لابد من وجود شرعة ومنهاج لهذا. قد يكون عندي صحيفة، قد تكون عندي فضائية، قد يكون عندي لسان، قد تكون عندي أعوان، لابد أن أعرف كيف أربي نفسي وأستخدم هذه الأمور في مواقعها اللائقة بها. بعض المقاطع ومختصر الكلام حولها. قال عليه السلام، طبعا هناك اختلاف في نسخ الصحيفة وهذا المتن، فأنا أقرأ بعض النسخ أيضا، ليس جميع النسخ، بعض النسخ معتمدة نذكر فيها. فقد أحد يرى أنه هذه الحقوق في غير نسخة مكتوبة بطريقة أخرى، هناك تعدد نسخ في ذلك. قال: حق اللسان إكرامه عن الخنا، خنا الفحش. يقول هذا اللسان له حق عليك، اكرمه، نزه عن الخنا، عن الفحش، عن السباب، عن الشتيمة. وتعويده الخير، عود هذا اللسان
على فعل الخير، على كلام الخير، وترك الفضول التي لا فائدة لها. فضول الشيء الزائد لا فائدة فيها لها. والبر بالناس وحسن القول فيهم. لاحظوا إخواني مقطع صغير، أنا أمشي بشكل سريع إن شاء الله. هذا حق اللسان عندي، سواء أنا كنت سياسيا، كنت اجتماعيا، كنت اقتصاديا، هذا حق اللسان أن تفعل به هكذا. البر بالناس وحسن القول فيهم. لا يوجد عندك مبرر أن تخالف ذلك، لأنك في موقع مثلا قوي تحاول أن تنكل بالناس، هذا اللسان الجارحة سيتعبك ويتعب وقوفك ويتعبك في الدنيا. حاول أن تصون هذا اللسان. وحق السمع تنزيهه عن سماع الغيبة وسماع ما لا يحل سماعه. الله تعالى هذه الجارحة عطاك، أيضا لها حق عندك. أيضا لا يوجد مبرر أنت في موقع معين تفتش عن أفعال الآخرين وتحاول أن تسترق السمع بدعوى الموقع يستلزم ذلك، هذا كلام غير صحيح. وحق البصر أن تغضه عما لا يحل لك وتعتبر بالنظر به. لاحظوا جهتان أخواني الإمام بيّن، أن تغضه، أن تمنعه عما لا يحل، وأن تعتبر بالنظر به. أنا أرى شخصا كان في موقع معين ثم سرعان ما تبدلت الأحوال وتدور الدوائر، وكان هذا الشخص اللي في موقع يبحث عن مأوى لا يجد، هذا قد أراه بعيني، فلا بد أن أعتبر. فإذا جاءتني فرصة لأن يتهيأ لي ظرف كظرفه لا بد أن لا أنسى، لأن الذي ينسى معنى ذلك غير معتبر. أو أذهب إلى فواتح وأقرأ الفاتحة، لا بد أن أنظر إلى أن مصيري أيضا سيكون هكذا، لأن الموت حق. فأعتبر وأنظر نظرة المعتبر. وحق يدك أن لا تبسطها إلى ما لا يحل لك، قطعا حدود، لا تبسط، لا تجعل يدك تصل إلى ما لا يحل لك. وحق رجليك أن لا تمشي بهما إلى ما لا يحل لك، فبهما، لاحظوا، تقف على الصراط. حقيقة هذا التعبير مرعب، هذه الرجلين تقف بها على الصراط. الإنسان والعياذ بالله تأتي لحظة يقول يا ليتها قطعتا ولم أسعى بهما إلى وشاية على آخر، أو أسعى بها إلى موبقة. قال فانظر أن لا تزل بك فتردى في النار. هذه قدم ستقف بها، لابد أن تكون قدم ثابتة. وحق بطنك أن لا تجعله وعاء للحرام ولا تزيد على الشبع. الإنسان يتمكن أن يأخذ أموال الآخرين بغير حق، يتمكن ويفعل حتى تمتلئ بطن هذا الوعاء
الذي سيكون نتنا ويجمع من هنا وهناك في سبيل هذا الوعاء. الإمام عليه السلام يقول: لا تجعله وعاء للحرام ولا تزيد على الشبع حتى في الحلال. عود نفسك أن لا تكون شرها، وحق مالك أموال. ما هو الشيء المالي يتمول؟ نقد غير نقد، أموال. أن لا تأخذه إلا من حله، ولا تنفقه إلا في وجهه. هناك مشكلة الآن، أنا أضعها بشكل عام، يعني بعض الناس يشكون عندهم مستحقات مالية مثلا عند الدولة، يذهب يريد استحقاق بعض المتنفذين، يجبره يقول: إني أعطيك المال لكن أخذ 20% مثلا، 10%. يستغل حاجة صاحب الحق ويأخذ المال منه بلا حق. هذا بالنتيجة وبال. هو هذا الآن لا يفهم، هذا الشخص الذي يأخذ المال حرام في زهوة الآن الصحة والفتوة والقوة والموقع، لا يعرف ماذا يجني. واقعا يأكلون في بطونهم نارا أخواني، ليس التعبير ليس مجاز، هذا سرعان ما تنقلب عليه الأشياء ويبحث عن هذا الشخص الذي أخذ منه فلا يجده، فسينفقونها ثم تكون حسرة. قال: ولا تنفقه إلا في وجهه، ولا تؤثر به على نفسك من لا يحمدك، فاعمل به، أنا أختصر، بطاعة ربك، ولا تبخل به بالمال فتبوء بالحسرة والندامة. ترجع بالحسرة والندامة. المال فائدته في أين أخواني؟ الحلال، المال الحلال فائدته في الإنفاق، لا فائدته في الاكتناز. الإنسان إذا أنفق ماله بينت الفائدة، أما إذا اكتنزه سيعيش عيشة الفقراء ويحاسب محاسبة الأغنياء. الإنسان فرصة أن ينفق هذا المال. وهنا أحب واقعا أن أسجل شكري وامتناني لجميع الأخوة أصحاب الأموال الذين بذلوا أموالهم ويبذلون دفاعا عن البلد. واقعا هذه أيادي تقبل، أن الإنسان يجاهد بأمواله، لعله عند ظرف لا يستطيع أن يقاتل، لكن الله تعالى منحه، رزقه، هو يحاول أن ينفق. فمصداق لقوله عليه السلام: ولا تنفقه، ولا تنفقه إلا في وجهه. وهذا الآن من أفضل الوجوه، أن يجهز غازيا، يجهز متطوعا، يجهز مقاتلا بأمواله. وبحمد الله تعالى كثير من الأخوة أعطوا هذه الأموال، وكانت نعمة العطية، ومد الأخوة المقاتلين بمدد جيد، ساعد واقعا على الصمود، وساعد على الوقوف بوجه الأعداء. فهنيئا لهم، وإن شاء الله تعالى الله يعوض هذه الأموال أموال مضاعفة، والبعض شهد بذلك، قال: بحمد الله تعالى المال كثير وينمو ما دمنا ننفقه في طاعة الله تعالى. ولا تبخل به فتبوء بالحسرة والندامة مع التبعة. أخواني، وهذه الحالة أيضا نفس المثل أقلبه. إنسان متمول، حريص، بخيل على المال،
أوشك أن يموت، يقف عنده الورثة وهو يعلم أن الورثة لا يعتبرونه أصلا، وإنما وقوفهم استعجالا بمنيته واستعجالا لتقسيم الحصص. يتمنى في هذه اللحظة أن هذه الأموال أنفقها حتى تكون له. تبوء، لاحظوا العبارة، تبوء بالحسرة والندامة مع التبعة. هذه مشكلة، هناك إثمان إخواني، حسرة وندامة. الإنسان يندم، هذا الندم بعض الأخوة لعله يعلمون، الإنسان عندما يندم على فعل ماضي يتمنى أن يفعل لكنه لم يفعل يندم، تبقى هذه الحالة النفسية تؤلمه دائما، يقول إني نادم على هذا الفعل. لكن المسألة هنا لا تنتهي بالحسرة والندامة، مع التبعة. ما هي تبعة هذه القضية؟ هو يتحمل. الإنسان إذا سن سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها، هناك تبعة شديدة أخواني. وحق أهل ملتك، أصحابك، ديانتك، ما هو؟ إضمار السلامة والمرحمة لهم، أن تضمر في داخلك أخواني. لاحظوا العبارة، مو إظهار، إضمار. أنا في داخلي أضمر لك المحبة، أنوي لك المحبة. الإمام يريد أن يربينا، الظاهر ننخدع به، لكن واقعا لابد أن تكون متربي على إضمار هذا الفعل، أيضا لابد يكون كظاهري. والرفق بمسيئهم وتألفهم، أي اجعل ألفة، واستصلاحهم، لابد أن تستصلح حالهم، تجعل ألفة مما بينهم، وشكر محسنهم وكف الأذى عنهم. لاحظوا هذه الحقوق جميلة أخواني. حقيقة الناس الآن تكون مع جار حسن يكف الأذى ويحاول أن يلتفت إليك، والله يكون بيتك من أفضل البيوت حتى وإن كان صغيرا ضيقا، لكنك تلتذ بالمعيشة مع أناس من أهل ملتك يحترمون الجد. وقد تكون القضية بالعكس، قد يكون بيتك من البيوت الفرهة الواسعة، لكن عندك جار سوء يحاول أن يجعل هذه الدار عليك جحيما، لا يفعل إلا الأذية عندك، يرمي النفايات في باب دارك، يصرخ بصوت عال، يهتك كل شيء، يجعل الدار دار تريد أن تفر منها تخلصا من جار السوء. الإمام عليه السلام حقوق أخواني، كل من يسمع، هذه ليست مسائل كمالية. صاحب السياسة يسمع، صاحب الرجل الأعمال يسمع، الاجتماعي يسمع، المثقف يسمع، المفكر يسمع، هذه ليست أمور كمالية لا يعفى منها أحد وتكون على أحد، هذه أمور ضرورية. إنسان يريد أن يعيش في جو أعرف حقوقك وتعرف حقوقي، وتحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. لاحظوا هذه كلها أشياء وجدانية أخواني. الأئمة عليهم السلام يعني في مقام إرشادهم لنا ليس في مقام الظاهر فقط، أن تحدث عندنا واقعية في داخلي. إني أحب لك ما أحب لنفسي، أحب الهدوء لنفسي أحبه لك، أحب الراحة لنفسي أحبه لك، أكره الضوضاء أكرهها لك. الإنسان في بعض الحالات
وجدانياته تكون حكم عليه وعلى غيره. هذه أشياء أحبها، لابد أن أحبها أيضا إلى الآخرين. وأن يكون، لاحظوا ختام هذه القضية، قال وأن يكون شيوخهم بمنزلة أبيك وشبانهم بمنزلة أخوتك وعجائزهم بمنزلة أمك والصغار بمنزلة أولادك. حقيقة هذه المنزلة تجعل الإنسان متوازن، أن أنا مع من عندما أعاشر الناس، طبقات، أعاشر رجلا كبيرا في مقام الأب، فكيف أتعامل مع أبي؟ أتعامل معه صغيرا مقام ابني، كيف أحرص على ابني؟ أحرص عليه نظير لي وعامله معاملة الأخ. نساء عجائز مقام الأم، وأتعامل معها مقام كيف الإنسان يبر بوالدته بأخته بابنته. أخواني هذه حقوق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون نحن ضعاف أمام الله تبارك وتعالى ولا نملك لنفسنا ضرا ولا نفعا، أن الله تعالى يعيننا على أنفسنا كما أعان الصالحين على أنفسهم، وأن يسمع الأخوة الذين عندهم نحو من الأمور التي يمكن أن يرحموا فيها الناس أن يلتفتوا إليهم. والأمور ليست كلها بالمال إخواني، إنسان لا يسع الناس بأمواله، لكن بالكلمة الطيبة بالأخلاق بهذه النيات السليمة التي يربينا عليها الأئمة الأطهار سلام الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إخواني لما بقي من هذا الشهر الشريف، وأن يتجاوز عنا فيما مضى. في هذا الشهر الشريف بقيت مناسبات عظيمة ومهمة، ولعل أهمها هي ليالي القدر، وفي بعض رواياتنا تبدأ في هذه الليلة. رجاء من الأخوة جميعا الذين يسمعون، هناك حقوق أيضا كما قرأنا، حق الأخوة، أن لا ينسونا من خالص دعائهم، خصوصا في الليلة الكريمة الكبيرة ليلة 23، استطاع الإنسان أن يحييها بالبر والعمل الصالح فليفعل، وأن يشرك جميع الأخوة في الدعاء، خصوصا الذين هم في ساحات القتال. هؤلاء الأعزة، هؤلاء الأخوة واقعا هم أعز قدرا وأشرف، يحتاجون منا واقعا كل ثناء وكل دعاء. وقطعا نحب لأنفسنا أن نكون في ليلة القدر من الذين يتقربون إلى الله تعالى، لابد أن نحب لهم وهم أولى بذلك. الذي تمكن منهم أن يفعل فبها ونعمت، الذي لم يتمكن فيطمئن أن عنده أخوة أعزاء لا ينسونه في ليالي القدر عندما يتوفقون للعمل. هذا واقعا رجاء إخواني، وتواصي تواصل نتواصى فيما بيننا ونتراحم فيما بيننا. عسى الله تعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، ويرينا في بلدنا وجميع البلدان الأمن والأمان والاستقرار، وأن يكف شرور الأعادي عنا وعن غيرنا. سائلين الله تعالى سلامة الدين والدنيا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.